قالتها من قبل إن المعركة مستمرة ولن تقف عند جبهات تل ملح والجوبين شمال حماة، وها هي الفصائل اليوم تسيطر على تلة الحماميات الاستراتيجية بهجوم لم تتوقعه ميليشيا أسد إطلاقا، على اعتبار أن المعارك تجري فقط على جبهات الحويز وتل ملح والجوبين. الجبهة الوطنية للتحرير تقوم باستهداف دشمي مليئة بالعساكر والشبيحة. الهجوم كان ناجحا وقتل خلاله عشرات العناصر من ميليشيا أسد، قد يصل عددهم إلى 50، الأمر الذي جعل ميليشيا أسد تفقد صوابها وتشن غارات جوية وتقصف بعشرات القذائف بلدة الحماميات وتلتها بشكل هستيري. وبهذه السيطرة تكون ميليشيا أسد قد خسرت منطقة استراتيجية للغاية بسبب رصد تلة الحماميات لأكثر من 5 مدن وبلدات تتمركز بها ميليشيا أسد، وهي كرناز وكفرنبودة والشيخ حديد وجلمة والمغير، حيث تعتبر كرناز أكبر المناطق القريبة من مدينة سقيلبية والخط الدفاعي المهم لمنطقة محردة وقراها. نشاهد حجم القصف الذي تعرض له المنطقة. التلة الاستراتيجية حاولت الفصائل مرارا السيطرة عليها ونجحت مرة واحدة في عام 2012، ودامت سيطرتها ليوم واحد فقط بسبب كثافة القصف الذي شنته ميليشيا أسد آنذاك. وفيما بعد جعلت الميليشيات الطائفية تلة الحماميات محاطة بثلاث قواعد عسكرية، وهي المغير والحماميات وبريديج، إلى جانب حاجز قرية الصخر، لجعل السيطرة عليها ضربا من المحال، المحال الذي جعلته الفصائل المقاتلة حقيقة.